مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة مترجمة للعربية 345، ولا تنسوا فضلا منكم تشجيع بلايك ومشاهدة الحلقة للنهاية، وشكرا لكم على حسن المتابعة. وفي بداية الحلقة، وجاء المساء وكانت هيرا نائمة، وكان هناك أحد قادم لكي يلحق الأذى بهيرا. كانت المجنونة بنهن ودخلت الغرفة بهدوء لكي تقتل هيرا بسكين. كانت تطعن هيرا بسكين حتى الموت، وهي تطعن هيرا كانت تتلذذ، كانت تقول: هل اعتقدت أنك سوف تتمكنين التخلص مني يا فارة الصحراء؟ كانت تطعنها، وكانت في النهاية تقول: لقد مت. وبعدها كان خيال من برهان، وكانت في المستشفى وهي تتحدث مع إيفا: لقد كان هذا حلم الليالي، وأنا أطعنها مرارا وتكرارا. لقد كنت أخرج السكين وأعود للطعن. لقد كنت أخرجه أطعنها مرة أخرى، أخرجه أطعنها مرة أخرى، لم أستطع إيقاف نفسي. كانت سعيدة بذلك وهي تتلذذ، كانت تحكي ما فعلت يعني في خيالها لهيرا. كانت تقول: لم أحظى بيوم سعيد منذ أن دخلت حياتنا تلك فارة الصحراء. في الأول أدخلت ابني إلى السجن، والمرة الثانية أدت بابنتي للجنون، ثم بعدها ماتت، ثم فقدت ابني الذي أدخلته للسجن دون أن أراه. وهي تستمر بعيش حياتها بسعادة، لن أتركها كذلك. ثم قالت لها إيفا: هناك شيء يجب عليك أن تعرفيه، لقد وجدت أخاها يدعى بكنان، ولقد فعلوا تحليلات DNA، وهو الآن أخاها. ثم قالت لها: ماذا؟ أنا فقدت عائلتي وكل شيء، وجدت هي عائلتها، وهل هذا عادل؟ وهل هذا عادل؟ سوف أجعل حياتها بائسة، سوف أدمر حياتها، لن أجعلها تحظى بحياة سعيدة. وكانت إيفا تبتسم وسعيدة. وفي هذه الأثناء كان كنان يتجهز لكي يذهب لموعد العشاء مع هيرا ونورشاه أرهون. كان متحمس جدا وسعيد للقاء هيرا، وتركوا نفس مع فريحة وذهبوا. وفي هذه الأثناء كانت هيرا كذلك تتجهز لأجل العشاء، وارتدت ملابسها وتحاول لباس العقد. ثم أتى أرهون وهي لم تنجح في ذلك، وقالت له لم يريد أن يقفل. ثم قال لها: هل تريدين المساعدة؟ وبدأ يقترب منها التعلوب من جديد ويتلكك حتى يحرجها أكثر، وقال لها: جميلة جدا. وقال لها في أذنها بهمس: لقد اقترب الوقت، هل تعرفين ذلك؟ قالت له: نعم أعرف، لقد حان الوقت للذهاب للعشاء. ثم قالت له: نعم أنا متحمسة لرؤية أخي. قال لها: أنا أتحدث عن ذلك. قالت له: عن ماذا تتحدث يعني؟ ثم اقترب منها التعلب أكثر، وكان يهمس لها في أذنها كلام يعني أنتم تفهمون، كملوا من عقلكم. المهم بعد ذلك قال لها: الوقت قادم. وبعدها قال لها: ماذا عن فستان الزفاف؟ هل اكتمل؟ نحن لا نريد أن نضيع الوقت، يجب علينا أن نستعجل ولا تضيعي هذه التفاصيل. قالت له: نعم سوف أتخذ القرار النهائي بخصوص الفستان. وبعدها مد يده لها وقال لها: هيا لكي نذهب. وفي هذه اللحظات كانوا الجميع على طاولة العشاء، وكان كنان ينظر إلى هيرا وقال لها: الحلق لائق عليك كثيرا. قالت له: شكرا. وبعدها قال لها: هل تعلمين؟ لقد التقينا للتو وعلمنا على أننا إخوة، ولكن من ناحية أخرى أشعر كأنني أعرفك لمدة سنوات طويلة. وكان يقول على أنه يأسف للأيام الماضية التي قضاها دون أن يتعرف عليها. وقالت له: لحسن الحظ أننا تعرفنا لبعضنا، وسوف نستمر هكذا مع بعضنا البعض. وتأثروا كثيرا، وكانت هيرا الدموع في عينها، وكذلك كنان كان يقول: لا أريد أن أبكي. وكانت نورشا تقول لهم: لا نريد يبكي أحد، هيا دعونا لكي نطلب العشاء. وفي هذه الأثناء كانت الحية إيفا تعطي المال لحارس المستشفى حتى يقوم بتهريب برهان ولكي يساعدها. وبعدها قالت له: سوف أعطيك أضعاف هذا المال إذا قمت بفعل ما قلته لك. قال لها: سوف أقوم بكل كلمة قلتيها، كوني متأكدة. وكانوا ما زالوا يتحدثون، وكان كنان يتحدث عن أشياء حصلت معه في الماضي مع وصولات، وأنها كانت عفوية وقوية كثيرا، ولكنها تتمتع بقلب رحيم. وقال: لقد كانت الوحيدة بالنسبة لي، ليرحمها الله. والكل كان متأثر كثيرا. ونظر أرهون إلى نورشاه وقال لها:
لقد أصبحت عاطفية بعد الشيء. وبينما هم يتناولون الطعام اتصلوا بأورهون وقال لهم شركة تحضيرات الزفاف، ثم قال نعم يا سيد خلوق، كان يقول فهمت ولكن هناك وضع، نحن قررنا تأجيل الزفاف. ثم قال له حسنا سوف أغلق الخط الآن، نحن على طاولة العشاء. وبعدها كان أورهون يقول لهيرا سيكون الزفاف في قصر سين باشا كما قلت. ثم بعد ذلك قالت له نورشاه ولكن لماذا تأجيل الزفاف؟ لم أفهم. قال لها لأن موت وصلات ما زال طازة، يعني لا يجب علينا فعل الزفاف، وكان هذا قرار هيرا كذلك. ولكن كانت نورشاه تنظر إلى كنان، وكان كنان يقول لا حاجة لكي تؤجلون الزفاف، وإذا كانت أختي وصلت هنا وعلى قيد الحياة لن ترضى بذلك. يعني أنا أقول لا حاجة لأن توقفوا الزفاف وتكون سعادة أختي من سعادتنا نحن كذلك. المهم كان كنان يعارض على توقيف أو تأجيل الزواج. وبعد ذلك جاء اتصال لكنان من السلطنة وأخبرتها بأن راشد في السجن وتريد أن يكون محامي له، وهو قال لها أنني لم أعد محاميا، لكن هي كانت تريد مساعدته. المهم كان بعد ذلك كنان على طاولة العشاء وسألتها نورشاه، قال لها شيء غير مهم. المهم أكملوا العشاء وكانت نورشاه تريد أخذ صور لهم مع بعض لأول مرة، تأخذ صورة لهيرا وكنان صورة الأخوة وهي تشعر بالإثارة لأنها لأول مرة تأخذ الصورة مع أخيها، وكان كنان كذلك يشعر بالتوتر والإثارة. وفي هذه اللحظات عادت إيفا للقصر، ثم اتصلت بها برهان من هاتف ذاك الحارس وقالت لها شكرا لأنك ساعدتيني. قالت لها طبعا سوف أساعدك، عدونا واحد. وقالت لها انتظري الوقت المناسب، هيا إلى اللقاء. وبعدها قالت برهان سوف تدفعي ثمن أفعالك يا فارة الصحراء. وفي هذه الأثناء كان كنان يتحدث، ثم قال لهم أورهون عرضي ما زال مستمر للمحاماة، أريد أن أراكم في الشركة. وقالت له نحن هكذا يعني جيدون. ثم قال أورهون ماذا يعني هذا؟ قالت لا نفكر بعرضك الآن. وقال أورهون نورشاه هل يوجد شيء لا أعلمه؟ هيا يا نورشاه سألتك أجيبي. وقالت له نحن، قال لها أنتم. قالت له نحن لم نعد نمارس المحاماة. وبعدها قال لها لماذا؟ كيف حدث هذا؟ وقالت حصل هكذا ليس مهما. ثم قال لها اشرحي لي الآن، إنه مهم بالنسبة لي. وكان كنان يحاول أن يشرح له أنه أحد موكلهم أخذ المال وعمل لهم مشكل ولم يضلوا في المحاماة، ولكن أورهون كان مصر أن يعرف. وبعدها علم بأن بدأ يتخيل بأن عفيفة وكلامها عن نورشاه، وفهم أن عفيفة هي من جعلتهم يتخلون عن المحاماة. وفي هذه اللحظات كانت عفيفة غاضبة جدا وفي هذه الأثناء كانت عفيفة غاضبة جدا وتفكر في كلمات هيرا وردت فعلها. وبعدها أتت إليها إيفا وبدأت تتحدث معها، قالت لها ما هذه المفاجأة؟ ما زلت لا أصدق على أن هيرا الآن وجدت أخ لها، كيف طلع هذا؟ كانت تقول يعني كلما نريد أن نتخلص منها يأتي شيئا آخر، ما هذه الفتاة؟ ثم قالت لها عفيفة من الآن فصاعدا يجب علينا عدم القتال على جبهات منفصلة، هدفي الوحيد الآن هو هيرا، كيف سيكون هذا صعب ولكن في النهاية سوف أفوز. أعلم على أن نورشاه سوف تستسلم في النهاية وسوف تترك ذاك الشاب، ولكن أنا هدفي الوحيد هو هيرا. المهم كانت إيفا سعيدة وعندما ذهبت كانت تقول مع نفسها وأنا سوف أساعدك في ذلك. وبعدما كانت تتحدث فريحة مع نورشاه وقالت لها على أن نفس أخبرتها بأنهم سوف ينجبون لها أخ، قالت لها من أين لك؟ قالت لها أنا لا أفكر في هذا الآن. ثم قالت لها فريحة الحياة قصيرة فيجب عليك أن تفكري بهذا. وبعد ذلك كانت نورشاه تتحدث مع كنان وما قالته نفس لفريحة، وكانوا يتحدثون على أن الزواج غير حقيقي وأنهم لا يستطيعون فعل ذلك. وكانت نفس تسترق السمع وسمعت على أنهم كانوا فقط يكذبون عليها وكان كل شيء غير حقيقي، وكانت حزينة جدا. وفي هذه اللحظات عاد أورهون وكان غاضب جدا، ألحقت به هيرا، كانت تحاول أن تهدئه، قالت له هيا لكي أصنع لك القهوة. قال لها لا في وقت آخر. قالت له انظر حتى صباح، وتحدث معها قال لها لا يمكن اليوم سوف ينتهي كل شيء.
وذهب أرهون إلى عفيفة وقالت له: غالبا لديك ما ستقوله، أنا أسمعك. قال لها: كالعادة لم تقفي ساكنة، هيا أخبريني ماذا فعلت حتى لا يمارسون عملهم كمحاماة. أنا أصبحت لا أعرفك يا أمي، من كثر هذا السوء، ما هذا الكره، وما كل هذا الحقد؟ وقالت له: أنا لا أتفاجأ أبدا، إنهم مثل بعض، وعندما تحدث معهم أي مشكلة يرسلونك إلي. ثم قال لها: أمي، لا تذهبي أبعد من ذلك، وإلا أنا كذلك سوف أذهب أبعد من هذا، وسيكون عواقب كثيرة. قالت له: انتبه إلى حسك، هل نسيت مع من تتحدث؟ قال لها: أنا أعلم مع من أتحدث جيدا يا أمي، انتبهي لما تفعلينه، إذ لم تفعل نحن أطفالك وليس أعدائك، إن لم تفعلي ذلك فلن أتردد في التحدث بقسوة في المرة القادمة. وعاد أرهون وقالت له: هيرا، هل تحدثت معها؟ قال لها: نعم أتحدثت معها، ولكن دائما كأنني أتحدث مع الحائط. ثم قالت له: هل سوف تهتم؟ قال لها: لا أعتقد أنها سوف تهتم، ولكن سوف تعلم بذلك بشكل أو بآخر. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم صديقاتي، لا تنسوا تشجيعي بلايك، ولا تبخلوا علي بمشاهدة الحلقة للنهاية، وشكرا.